مع استمرار الحرب لأكثر من 4 أشهر انتشرت العديد من الأمراض المعدية نتيجة تردي الوضع الصحي في محافظة الضالع، وأغلقت معظم المستشفيات في المحافظة أبوابها، إذ لم يتبقى سوى مستشفى الناصرة الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا. مراسلنا عبد العزيز الليث زار المستشفى ووفانا بهذا التقرير. تعيش مدينة الضالع وضعا صحيا صعبا للغاية جراء الحرب المتجددة، تسببت في موت العشرات من الأبرياء، منهم 21 طفلا من الرضع توفوا نتيجة الإسهالات المعوية وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن تفشي الأمراض المعدية حسب إحصائية طبية. كل المستشفيات في محافظة الضالع مغلقة سواء العامة أو الخاصة، لهذا نستقبل كل الأمراض، وأنا ربما والآن تنتشر أوبئة في الإسهالات وكثير المرضى الأخرى وحمى الضنك قد ظهرت بدأت تظهر في السطح على مستوى الضالع، لهذا نحن محتاجين إلى دعم كافي ودعم صحيح وحقيقة دون تزييف أو كذب أو مغالطة. مجال صحي يعاني من تدني الخدمات الطبية وسط تراكم للمخلفات في الشوارع والأزقة لتكون عواقبها وخيمة على نفوس بريئة. الضالع تعيش حالة صعبة جدا، تعيش في حالة أوبئة، هناك أمراض انتشرت خصوصا الأطفال، لا يوجد دعم أو وصول أي مساعدات إنسانية أو إغاثية أو صحية. لجوء الكثير للشرب من الآبار المكشوفة والغير صحية عقب توقف الآبار الجوفية كان له الأثر في نقل الأمراض المعدية، كونها بيئة خصبة لنمو الكثير من مسببات المرض. الآبار السطحية توقفت بسبب غلاء مادة الديزل، ولجأ الناس للشرب إلى المياه السطحية، وهذا ما كان سببا في نقل الأمراض المعدية. التلوث البيئي المتزامن مع شحة المواد الطبية أسباب لتفشي الأمراض المعدية، ما ينذر بكارثة إنسانية.